افتتح السكرتير العام لمحافظة السويس خالد سعداوي ووكيل وزارة الأوقاف بالسويس الشيخ ماجد راضي 3 مساجد بعد تطويرها وإعادة تأهيلها، مع التزامن والتزام المصلين بالمسافات الآمنة والإجراءات الاحترازية منعاً لانتشار فيروس كورونا. بنقول ان بيفتتح مسجد النهارده، مش هو المسجد الوحيد اللي بيفتتح في محافظه السويس، لا، انا بقول ان جميع مساجد محافظه السويس على كافه اشكالها والوانها جاهزه تماما لاستقبال شهر رمضان الكريم واستقبال الساده المصلين. في محافظه السويس 3 مساجد، بنفتتح مسجد سيد الشهداء حمزه بعد اعاده تاهيله ورفع كفاءته. طبعا مسجد حمزه من اكبر المساجد الموجوده في محافظه السويس، طبعا اتعمل له اعاده تاهيل وصيانه وعلى نفقه وزاره الاوقاف والجهود الذاتيه. وعندنا مسجد في اداره الجناين، مسجد البطراوي، وعندنا مسجد في اداره السويس بيفتتح النهارده برضو ايضا.